فكنت في يوم من الأيام في المرحلة الثالث الثانوي، أتذكر حتى اليوم، ذاك اليوم الحقيقة لأنه كان مهم جدا واعتبر درس في حياتي، أنه كنت في 12 من شهر 4 1976، وكان العصر حقيقة طالع الفندق اليمامة، ويعتبر فندق اليمامة من أفضل الفنادق، أتوقع أنه هو الفندق الوحيد ذاك الوقت. فطلع علينا موظف من الفندق وقال في خواجة يبغى واحد يتكلم إنجليزي، وبصفتي أنا في الثانوي في هذا، فلغتي يعني مقارنة للبقية كانت الأفضل. ففعلا طلع الخواجة، طبعا هو قال انه وين سيارتك، فشاف السياره فقال ما اعتقد انه تصلح السياره. لما طلع الخواجه اقتنعت انه لن تصلح، لانه الحقيقه كان الخواجه جثه، جسمه كبير جدا الحقيقه، وكنت متازم انه ما يركب في السياره، السياره صغيره الحقيقه. لكن مع ذلك اصر وركب السياره، حتى انه عدل الكرسي وجلس رجع الكرسي مرة مرتين حتى كان مناسب له وجلس، وأخذت مشوار بالبطحة على ما أتذكر الشارع الوزير، أخذت مشوار يمكن مدة ساعة ولم يكن في حديث الحقيقة كثير جدا، إلا أنه سألني عن مطعم شاورما وعصيرات، مريت وأخذ له شاورما وعصيرات، عرض علي إذا أحتاج وكنت أقول له شكرا حقيقة. فلما رجع الفندق قال لي تمرن بكرة الصباح، قلت له الحقيقة بيصعب علي الصباح لأنه أنا في عندي دراسة. قال لي طيب العصر، قلت العصر ممكن، فقام وأعطاني الحقيقة 100 دولار. فقلت له أنا يمكن 100 دولار بالنسبة لي أول مرة أشوف 100 دولار، وهي أول مرة أمسك مبلغ بهذا الحجم، هذا مبلغ كبير. فقلت له أنا ما حقدر أجي الصبح، فقال تجي العصر تقدر؟ قلت لي أقدر العصر، فقال تجي العصر. فعلا العصر كنت موجود بالفندق وطلع لي على نفس الوقت. في المرة ذي الحقيقة بدأ يسألني تشتغل أنت في التاكسي وين أبوك؟ فبدأ يسأل أسئلة يعني استغرب من خواجة يسألك الأسئلة دي، لكن كان حديث شيق الحقيقة، وتعرف على أن بحيث أنه أنا أدرس معي في وظيفة التاكسي لي 3 سنوات، وأنه أنا في المرحلة النهائية للثانوية، واحتمال أنه أطلع لأمريكا مواصلة دراستي. أنا في ذاك الوقت الحقيقة في المرحلة الثانوية آخر سنة صار عندي هدف أنه واصل دراستي الثانوية الجامعية. فعلا كان مشجع قوة، وكان ينصح يقول أنه البلد في توجه كبير جدا ونمو، وفي أمس الحاجة للمهندسين والكهربائيين والميكانيكيين، الفرصة كبيرة جدا كذا. أعطاني الكارت حقه وقال لي إذا قررت تجي لأمريكا بس أرسل لي رسالة. فعلا أنا خلصت الثانوي، وكان من ضمن خيارات المتاحة لي البعثة، كان عندي قبول البعثة، قمت وأرسلت الرسالة. أنا ما أدري ليش أرسلت الرسالة الحقيقة، يمكن بناء على أنه طلب مني أن أرسل رسالة، فبقولوا أني أنا جاي لأمريكا. لكن لما كان في حاجة للمساعدة وقتها يعني لما، لكن فعلا خلال فترة وجيزة جتني منه، جاني منه رد أوراق كثيرة جدا، يمكن أكثر ما فهمت من الأوراق أنه اسمي مطبوع على كمال الأوراق. طبعا فيما بعد عرفت أن الفيزا عملية إجراءات السفر
بالنسبة للسفارة. وحسب كلام الخواجة أنه المهندس الكهربائي والميكانيك الفرص متاحة في هذا، وأن البلد في مس الحاجة لها، كانت من خياراتي المهندس هندسة كهربائية وميكانيكية. فجتني بعثة على الهندسة الكهربائية، وبتعثت لأمريكا في عام 1976 في نوفمبر.